طيب وضع اللوحة الطبيعي زي ما قلنا السيستم از نورمال والتاريخ والديت بتاعي. لو التاريخ والديت مش مظبوط بضغط على ايه المنيو بيجيب لي تشينج اكسس ليفل، واحنا زي ما قلنا التشينج اكسس ليفل ده في 4 ليفل للبانل، انا كاوبريشن محتاج ليفل رقم 1 بدون الباسورد. بضغط على نيكست بلاقي سيت تايم اند ديت، اضغط على انتر بيجيب لي ايه بقى؟ بيقول لي بريس انفورميشن تو تشينج ذا تايم اند ديت. لو ضغطت على انفورميشن بيجيب لي الكرسر عند العشر عن طريق نيكست وبريفيوس اظبط التايم والتاريخ بتاعي. يمين اروح للمينتس اللي بعدها التاريخ وهكذا. خلصت خالص بضغط على انتر خلاص كده بيقول لي تشينج تايم اند ديت خلاص. اكزيت اكزيت بيجيب لي التايم والديت المظبوطين. الوضع الطبيعي للوحه زي ما قلنا السيستم از نورمال واللمبات كلها اوف